زي كفن تبع الموجة. الريحة متسمي علينا ونظافة صنعت يدينا. ليلى انظافة عندها ناسها. مع ليلى انظافة عندها ناسها نحكيو على ليلى اللي بكفاءات وقدرات تونسية خرجت في السوق اون تري لارج جام دو برودوي ديتيرجون. اكيد راكم جربتوهم ومتاكدين انهم بيهم داركم تقعد فيه وحو نظيفه. منتوجات تذكر 100% تونسيه مصنوعه في معمل 100% تونسي ومطابقه للمواصفات العالميه. تربحكم كل يوم ليله وحتى 29 جويليه كل يوم مليون مراسل من مراسل موزايك فام يمشيوا الولايه من ولايات تونس ويسالوكم على اربع خاصيات نكونوا قلنا عليهم ديجا على برودوي. كل يوم نختار لكم برودوي. اليوم باش نحكيوا على ليلى اسوبليسون واكيد راكم تبعتوا الخاصيات. اليوم باش نزوكم تنقيزه السوسه مع مراسلتنا ايناس. صباح النور، مرحبا بك نوسه، شو حوالك؟ صباح الورد جيجي، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعين موزايك فام. كما قلت جيهان جولي لا متواصله حتى نهار 29 جويليه، واللي يقول لي لا يقول الرتابة والأحذية الموجودة عند كل امرأة تونسية حرة ومجدية. لي لا اللي تودنا ونشوفوها في كل دار، يحبوها كبار وصغار، خاصة جيهان كي يقولوا لي لا أسوبيسون الرتابة والكيانة وبرشة برشة خاصيات أخرين هما موضوع الجوم تاع لي لا. وزيد اليوم لي لا تنجم تربحكم مليون كاش. احنا توا جيهان موجودين في البلاد العربي بحضة الجامعة الكبير متاع سوسة، ومعانا سعيدة الحظ مدام سونيا، لقيناها معناها بالصدفة ماشية تقضي من سوق جديد واخطف لها عطاير. صباح النور مدام سونيا، معانا في المباشر على إذاعة موزايك فام. بخير موزايك يا جماعه، موزايك فام عايش بك اكثر عايش. مدام سونيا لو تعرفنا بروحك. سونيا معلمه بنتو على فتحات، ام ثلاثة اولاد، خرجت نقضي من مركز يا اخي. اختفلك عطاير، ماذا بيا سؤال اخر عطاير قبل ما ندخلوا في اللعبه. مرحبا. والسؤال نتاعنا مدام، انت شنو هي تحضيرات للعيد؟ شنو هي ناويه تشري العلوش؟ درتي في الرحبه؟ الحقيقه العلوش غالي برشا، يتراوح بين 700 ومليون، حاجه غاليه برشا. دونك مش الحمد لله ماشي، دونك مليون كاش هذوما يحلوا لك مشاكل، يحلوا لي المشاكل يخليني نتعدى اللحظه. ان شاء الله تكون من الرابحين من اليوم ان شاء الله يا ربي. دونك لو برينسيپ مدام سونيا انك تعطينا أربع خاصيات متاع ليلى أسوبليسون، على كل خاصية جيبها صحة. غادي بحذيك إيناس تعطيك الميتين وخمسين وميتين وخمسين، ندزو معك للأخر باش تضمن المليون. هاي ليلى تفضل، هاي الخاصية الأولى. خاصية الأولى يفوح الحوايج، خلي فيهم ريحة زينة. 250 دينار لولا مضمونة. هذو ما 250 مليون مدام كل ما في إطار الشفافية نصوروهم البلايسات، هذو ما فلوسك مبروك عليك. مازالوا 750 دينار وثلاث خاصيات أخرى. خاصية ثانية مدام، خاصية ثانية ينعم الحوايج، اسمه السوبيسا إليس ينعم الحوايج. خليهم 250 دينار ثانية 500 هما تولوا 500 دينار يشريوا لنا علوش ولا نزيد نعمل. نكملوا نكملوا كرشة كبيرة مدام سونيا، نكملوا 500 دينار. دونك الخاصية الثالثة مدام، الخاصية الثالثة يخلي الحديد نجموا نحدوهم بسهولة تامة، يسهل الحديد الحوايج. يسهل الحديد الحوايج. وي مبروك 250 دينار جديدة. 750 مبروك عليك. كمل المليون، كمل المليون. الخاصية الرابعة مدام، الخاصية الرابعة، الخاصية الرابعة في ان بارفان اللي يخلي الريحه دي وين تتحرك ديما الريحه اقوى وافوح. بارفان ميكرو كبسول، مبروك عليك المليون يا لاله. واو مليون. ان شاء الله مبروك يا مدام سونيا. ان شاء الله مبروكين عليك يا مدام، وان شاء الله ديما فرحانه مع ليلى، وان شاء الله عيدك مبروك. ان شاء الله يا ربي يعيشكم ربي، تفضلكم زي كسام يعيشكم. ميرسي ناس، يعطيك الصحه. هاك ربحت دعوة خير على الصباح، ربحت المليون. نهارك زين مع ليلى ومع مزيد. عايشك إيناس، نهارك زين، مبروك عليك مدام سونيا المليون. انتم زادة مليون حتى 29 جويليا، ونقول لكم ديما عملوا طلة باش تتعرفوا أكثر على منتوجات ليلى ديتيرجون. ما عليكم كي تدخلوا على باج فيسبوك ليلى برودوي دو نيتواياج وليلى ليسيف إي أسوبليسون. وما تنساوش ليلى النظافة اللي عندها ناسها. الريحة متسمي علينا ونظافة صنعت يدينا.
ليلى انضفى عندها نزهه.